تدرس خصوصية؟ مراهق أو النظر بتاعنا ده. خلص من الكلام يا جدع. ده خلصان يا جدع خالص. لا احنا نبعت نجيب أبوه ونقول له على كل حاجة. وعدت ده مرسي، اوعى تكون اديت البيت بتاعت دروس هذا مرسي. عيب يا صديقي، احنا اصدقاء ولا يمكن توقع بينا. طب جدع مرسي، شوف بقى يا حاجم، انا تاكدت دلوقتي ان محدش شلف ابني الا الولد ده. ده تلفني انا يا محترم. ما ده لازم يترفض يا حضره الناصر. ايه ده؟ ايه جاي مع مين ده؟ انت جاي مع مين؟ استنى بقى، ما حدش له دعوه، ده معايا انا بقى. بابا أرجوك ما تسمحش لنفسك بتقييم الموقف بدون دراسة مسبقة، وإلا هتخرج بمفهوم خاطئ تنعكس على رغبتك ابتداء في تلويس الآخرين. الأمر اللي جعلني في النهاية مضطر للدفاع عن صديقي بصرف النظر عن أي اعتبارات أسرية بعيدة عن أرض الواقع. ما اشربش الشاي، أشرب الزوزة. كلام كبير. إيه يا واد ده؟ كبير. إيه الكلام الكبير اللي قلته لأبوك ده؟ ده أنت أفحمته. لا خد بالك الراجل واقف ازاي. مفهوم. نزل ايدك جنبك قدام ابنك. عيب. نزل ايدك وانت نافع. شوف يا عم، شوف بقى الناس، الفاش ده مش ممكن يتقفل، لكن الولاد ده لازم يترفض. انا هقابل مدير المنطقه بنفسه واكلمه. شوف لنا سجاره معاك. والدي بابايا ابصيري. شوف يا ولد، انت يا ولد. ايه يا ناظر؟ انت يا ناظر، انت فعلا لازم تترفض. ليه؟ بايظ بقيت مرابطكم بقالك 3 ايام. ابوك قلب عليك اسكندريه حته حته. تقدر تقول لي كنت فين يا ولد؟ ها؟ كنت فين يا ولد؟ ها؟ ده اخر مره وقيله بالعصايه على ام راسك هدغدغها. كنت فين يا ولد؟ كنت ببيروت. تعمل ايه ببيروت؟ بذاكر مع واحد صاحبي. يا سلام، وما تعرفش تذاكر الا في ما وراء اعالي البحار؟ ما عنديش كتاب جغرافيا. الكتاب بتاع الوزاره ما بفهمش منه حاجه. ابويا مش عايز يديني ربع جنيه اشتري كتاب. اعمل ايه؟ قصط. لا العفو، اصلك هتنجح، يبقى تعالى قابلني في تربتي لو نجحت ولا لو شميت النجاح ده. ايه؟ قصط؟ لا ينجح، فاهم انه هينجح يعني. لا 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 يا حبيبي، لا. ايه مسط؟ لا يا اخويا، ما تنيل على عين امي وسط. لا يا عينيا، هتنفعني انت لما مسط؟ لا يا حبيبي. هتخش الجامعه بدالي لما مسط؟ لا يا نور عينيا، ده انا بقول تروح تذاكر مع واحد صاحبك في بيروت. اديك قلت اهو بعظمه لسانك، لازم اشخط فيك يعني؟ اللي الادب والمسخره بتاعت النصار بتوع العيال دي. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. يا جدع، يا جدع، قدك ده يا جدع، قدك ده يا جدع. أنا أقلبها لكوا هنا بقى. أنت روح هناك، روح هناك. خد حاجة، ما كنت كويس، قاعد كويس. امشي من قدام السعادي. ولا بهجت. إيه؟ أما أنا أديت دروس في بيروت. لا يا شيخ. يا نهار أسود. أيوه. المقررات اللي هناك ايه؟ أيوة. ايه المقررات اللي هناك دي يا جدع؟ ايوه انا عارف. مقررات سهلة. أيوة. سهلة. سهل. مش معقدة زي اللي عندنا. أيوة. المقرر هناك تقول له تعالى يا مقرر يجي على طول. مش تعالى. لا ما تتكلمش. أيوة. انت تعمل دراعك كده تلاقي المقرر شابك في دراعك. اي حد عامل دراعه كده بيروت لازم يكون في دراعه مقرر، لازم. فكان لازم اروح بيروت. ابويا ما بيدينيش فلوس. تكذب. ابوك المعلم زناتي اغنى اغنياء اسكندريه. يا دي النيله، قروا بقى على العالم. ده بيديك مصروفك 3 جنيه كل يوم. ده مصروفي. عايز اشتري منه كتب كمان؟ هما بيكفوري. ده انا بشتري الازازه الاربع حروف. الامراس ازازه ايه؟ بهجوء اللعب ينادي ابو الامراس المندفع. اصحى يا صديقي، حول. اسف يا زعيم، انت صاحي يا مخربش. حول يا ابن الجيه، انت عتره. حول تحت امرك يا صديقي. حول. سلم نفسك يا مرسي، ما تخافش بوليس محاوطك من كل ناحيه. حول. حول. وانا واقف وسطكم زي الحمار. حول. هات لي عشان سيادتك يا حضره الناظر. من مين ده؟ عفت عبد الكريم. قول له ان انا مش موجود. حاضر. ده المدرس الجديد. هنطفشه. تقدر تقول لي بقى يا سي مرسي،
ابوك هيكون شعوره ايه لما يعرفك انت ساقط وبايظ ومرفوض من المدرسه؟ مين ده؟ ابوك. يوهو ده هينبسط قوي. ازاي؟ ده بقاله سنه بيتحايل عليا اسيب المدرسه وشغلني معاه ويديني 200 جنيه في الشهر ويكتب لي 10 عربيات من اللي عنده. ولما انت غني ومبسوط و200 جنيه و10 عربيات قاعد عندي في المدرسه ومقرفني ليه؟ ما تحل عني، خليني اعرف اعلم بقيه الاولاد. شاهدين؟ حضره الناصر بيحرضني اسيب المدرسه. حضره الناصر بيحرضني اسيب المدرسه. اول مره اشوف ناصر بيحرض ثلاثه ضد العلم. افتح رجلك يا جبان.